في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: أولم يتفكروا. هذا استفهام استنكاري يستنكر الله عليهم سبحانه وتعالى، أي تفكروا. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، وصاحبهم هو هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يزعمون أنه مجنون ويقولون به جنة، أي أصابه جنون، وجاءوه وكلموه: إن كان بك جنة فنأتيك من يقرأ عليك حتى يزيل عنك هذا. الله سبحانه يقول: ما في تفكر؟ أهذا محمد الذي تعرفونه بأخلاقه ورزانة عقله وكماله، وأنتم أي أصلا لا تلقبونه إلا بالصادق الأمين، وتعرفونه حق المعرفة، ما بصاحبكم من جنة؟ ما فيه جنون، أنتم تكذبون في هذا، وأنتم تعلمون أنكم تكذبون. ولكن المشكلة الغوغائية هذه، يعني ما تدري من الذي يتكلم. وإذا قال الله تبارك وتعالى: قل إني أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ودائما الإنسان قد لا يستطيع أن يفكر أو يتخذ قرارا إذا كان في معمعة العوام وصيحاتهم، وإنما يحتاج إلى أن يجلس وحده أو يجلس مع شخص ويتكلمان في هذا الأمر بصدق. بل كان الأخنس بن شريق وهو على شركه قبل أن يسلم، أتى أبا جهل هما فقط وسأله، قاله: يا أبا الحكم، إني سائلك فاصدقني. قال: سل عما بدا لك. قال: أمحمد صادق أم كاذب؟ بيني وبينك، أمحمد صادق أم كاذب؟ قال: والله إن محمد الله صادق. ثم بين، قال: لكن لا نستطيع أن نسلم له، لا نسلم لبني عبد مناف. فبين أن المانع هو الحسد لبني عبد مناف والكبر عن اتباع الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله سبحانه وتعالى هنا يدعوهم: قل إنما أعظكم بواحد، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يا اثنين مع بعض يا واحد الحالة، فكر، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب أليم شديد. وهنا كذلك يقول الله تبارك وتعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، وهم يعلمون ذلك، ليس به جنون، ليس مجنونا، يعرفون خلقه، يعرفون كمال عقله، يعرفون سداد رأيه وحسن منطقه وأصله ونسبه وزوجه وأولاده، يعرفونه، ليس به جنة. يقول الله سبحانه: إن هو إلا نذير مبين، ولكنه نذير لكم مبين واضح، نذارة واضحة بينة.